في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ، نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائما حاضرة في ذاكرة الأمة. في 13 من يونيو عام 1960، كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في زيارة رسمية إلى يوغوسلافيا لتبادل الآراء مع الزعيم اليوغوسلافي الراحل جوزيف تيتو حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين والعالم أجمع، حيث أقام الرئيس تيتو مأدبة غداء على شرف الرئيس الزائر ومرافقيه. وقد أكد جمال عبد الناصر في حديثه على عمق العلاقات بين البلدين لدعم العمل من أجل السلام وأمن الشعوب وحق كل شعب في حريته وفي تقرير مصيره. التاسع من يونيو عام 1967، يوم أدمع عيون المصريين، حيث أعلن الزعيم جمال عبد الناصر بشجاعة المقاتل ووطنيته المعهودة تحمله المسؤولية كاملة، واستأذن المصريين في الرحيل والتنازل عن الحكم والانضمام إلى صفوف المناضلين. لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. فكانت الملحمة الخالدة التي التف فيها الشعب حول القائد والجيش عقب هزيمة عام 1967. وعلى الفور اندفعت جموع الشعب المصري بعد أن أدركت أبعاد المؤامرة، رافضة تنحي الرئيس جمال عبد الناصر ومعلنة تأييده لتحقيق حلم الأمة، في مشهد جسد أروع صور التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني في سبيل استرداد الحرية والكرامة. وبالفعل استجاب الزعيم جمال عبد الناصر لمطالب أمته في 10 من يونيو عام 1967. التاسع من يونيو عام 1970، عرض ويليام روجرز وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة لوقف إطلاق النار، عرفت فيما بعد باسم مبادرة روجرز، وهي تصور لكيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. وبالفعل أعلنت مصر والأردن وإسرائيل الموافقة على المبادرة ووقف إطلاق النار اعتباراً من 18 من أغسطس عام 1970 ولمدة 3 أشهر.
الثاني عشر من يونيو عام 1974، وصل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والسيدة حرمه للقاهرة في أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الأمريكي لمصر لبحث الموقف في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقد استقبله الرئيس محمد أنور السادات بترحيب شديد لما بذله من جهود كبيرة لحل أزمة الشرق الأوسط حينذاك. الثامن من يونيو عام 2014، يوم لا ينسى، بداية جديدة في تاريخ مصر، حيث أدى المشير عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية كسادس رئيس لجمهورية مصر العربية أمام المحكمة الدستورية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية تمتد لأربع سنوات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. وقد أجريت مراسم تسليم وتسلم السلطة في قصر الاتحادية. حضر حفل التنصيب عدد ضخم من ملوك ورؤساء الدول والحكومات، وبعض من الرموز السياسية والشخصيات العامة، وبعض الفنانين ورجال الأدب والإعلام. وقد شهد قصر القبة احتفالاً تاريخياً بهذه المناسبة، فكانت الاحتفالات تعم جميع أنحاء البلاد. خرج المصريون إلى الشوارع لإعلان فرحتهم بتنصيب السيسي، فهو ذلك الرمز الذي التف حوله جموع الشعب، وهو ذلك الأمل الذي بعث من جديد في قلوب ملايين المصريين لتحقيق الأمن والاستقرار لهم بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية. عقارب الساعة لا تتوقف، ليمر الزمان ويتغير الواقع، لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.